بنبرة الواثقين لدى البعض وبلغة الحذر لدى البعض الآخر، وبين هذا وذاك تراوحت تصريحات لاعبي الخضر في أول وآخر لقاء لهم مع رجال الإعلام قبل التنقل إلى البرازيل، إذ أجمع الكل أن حظوظ تبقى وافرة لدى الخضر في تحقيق الهدف المنشود. إنهم لاعبون جيدون، علينا ألا نستهين بأي منتخب. نعرف جيدا قيمة لاعبي بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية، لكن إذا قدمنا كل ما لدينا يمكننا أن نفعل شيئا. تشكيلة محاربي الصحراء وإن كان يطبع عليها نقص الخبرة لدى عديد اللاعبين، إلى أن القائد المخضرم للأفناك أكد أن الضغط سيتحمله القدامى مع ترك حرية اللعب والإبداع للجدد لإظهار قدراتهم. عادة اللاعب الشاب يملك سرعة البديهة والمراوغة ويعشق المجازفة، ولاعبونا شباب يجب أن نتركهم يلعبون بحرية، وعلينا نحن أصحاب الخبرة أن نتحمل الضغط لوحدنا. من هنا من المركز التقني بسيدي موسى، يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته قبل السفر إلى سويسرا لإجراء مواجهة مع كل من أرمينيا ورومانيا قبل شد الرحال إلى بلد السامبا. حسين بصالح، بي سبورتس، الجزائر.